السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود أحمد. النهارده هنتكلم في إن شاء الله 4 أيام عن الخطة المستقبلية للقناة أو الفترة الجاية من أول هنا لحد رأس السنة بتاع 2021، إيه اللي إحنا هنبدأ نعمله إن شاء الله 4 أيام. طيب، أنا نشرت بوست كده من كام يوم على الكوميونتي بتاع قناتنا على اليوتيوب، وأخدت استفسارات الناس إيه اللي الناس محتاجة، يعني إيه اللي الناس شايفة إن هو المفروض يكون على القناة عشان يحسن من القناة. في نفس الوقت نشرت نفس البوست على الجروب بتاعنا على الفيسبوك عشان الناس تبدأ تقول الفيدباكس بتاعتها. بدأت أجمع كل الكومنتس وبدأت أبص إيه أكتر حاجات اللي الناس طلبتها وإيه أكتر حاجات اللي الناس عاوزاها، ويمكن هنزل فيديو تاني نتكلم يعني بالكورسز اللي هتنزل وكده. بس خلينا النهاردة نبص إيه الفترة الجاية هنبدأ نعمل إن شاء الله 4 أيام. طب هنفتح ملف سبلايم كده ونبدأ نشوف. أول حاجة خالص عشان نبدأ نحط خطة للفترة الجاية لازم نعرف الأول إحنا واقفين فين. طيب، القناة حاليا عليها كورسز كتير جدا مكتملة، ولكن عليها بعض الكورسز اللي مش مكتملة، وده طبعا مضايق ناس كتير، انا منهم وانا اولهم من اول الناس اللي مضايق ان الكورسز ده مش مكتملة، وبعتذر لكل الناس طبعا عليه. طيب، ايه الكورسز اللي مش مكتمل عندي والكورسات دي محتاجة ان هي تكتمل؟ اول حاجة خالص تعالى بس نفرد الدنيا، هنكتب uncompleted courses. اول حاجة خالص عند الكورس بتاع جانجو class based views، وده كورس مهم جدا ومش مكتمل. تمام، الكورس الثاني هو الكورس بتاع جانجو 3، وده الكورس اللي بنشرح فيه جانجو بالاي بي ايز، والكورس ده برده مش مكتمل. طيب، الكورس الثالث هو كورس الاي كوميرس، وبرده الكورس مش مكتمل. طب الكورسز الثانيه، لا اي حاجه ثانيه على الشانل اللي هي مكتمله. طب هتقول لي ده في كورسات نازله جديده كده لسه برايفت بتاع جيت وهاكر رانك والكلام ده، لا الكورسز دي انا بدات ارفع واحط فيها لكن هي لسه مش متاحه، انت لسه ما شفتش منها ولا فيديو، فهي تعتبر مش مكتمله، انت ما بداتش فيها. انا عندي الثلاث كورسات دول يعتبروا مش مكتملين. طب مش مكتملين لحد ايه؟ الكورس بتاع الكلاس بيست فيوز ما عادش فيه كتير، احنا بنتكلم في حوالي 10 محاضرات بس، ويبقى كده الكورس احنا شفناه من كل الجوانب بتاعته، وده خبر كويس يعني هو مش هياخد وقت كبير ونكون خلصناه. طيب، الكورس بتاع جانجو 3 احنا بنتكلم برده في حدود 10 فيديوهات بس، وما طبعا ال10 ده مش ثابت، بس احنا بنتكلم في رينج 10 فيديوهات بس، وده بخلصنا ان احنا وصلنا لحد ليفل كويس في الاي بي اي، معناه ان احنا نكمل الاي بي اي بتاع المشروع بتاعنا، وبعد كده نعمل ديبلوي ونرفع ونجيب دومين وخلاص، ويبقى كده الويب سايت خلص. تمام، كورس الاي كوميرس وده اللي لسه في كتير، واحنا بنتكلم فيه في متوسط اللي ناقصه عشان نوصله للليفل اللي احنا عاوزينه، بنتكلم من 40 ل 50 فيديو. طيب، الفتره الجايه هنبدا بايه؟ الفتره الجايه اول حاجه هتتعمل هنبدا نخلص الكورسات اللي مش مكتمله، بس هنبدا الاول بالكورسين دول نخلصهم، ويبقى كده احنا خلصنا الكورسات اللي مش مكتمله ما عدا كورس الاي كوميرس. طيب، كورس الاي كوميرس مش بكمله ليه؟ اول حاجه خالص هو في جزء من المحاضرات متسجل بس لسه ما اترفعش، ولسه جزء برضه ما اتسجلش. الكورس اول هام طويل، وانا كنت ناوي ان انا ابدا اسجل فيه براحتي، بس المشكله الناس اللي بتتابع جانجو على الشانل ناس قليله، احنا بنشرح حاجه جوه حاجه، يعني الفيديوهات مش بتجيب مشاهدات كتير، والفكره ان الفكره في ان في ناس كتير جدا على الشانل مش ممكن تكون مش متابعه جانجو، يعني المحاضرات بتنزل ما بتجيبش ال1000 مشاهده، واحنا دلوقتي حاليا 23000، فانا معرفش انا افضل انزل شهرين ثلاثه محتوى لجانجو بس اللي الناس اللي بتتابعه ناس قليله، وبقيه الناس اللي على القناه مش بتتابع اي حاجه، لان دوب الناس برده محتاجه محتوى كمان، في محتوى كمان هي محتاجاه او محتوى هي محتاجه تتابعه، ويمكن ناس كتير طلبت منكم محتوى مثلا لحاجات زي الداتا ساينس، في حاجات كتير لسه محتاجين نتعامل معاها. الداتا ساينس لوحده احنا بنتكلم على محتوى ما يقرب ال 100 فيديو عشان ننزل محتوى محترم فيه، لان هنبدا نمسكهم مكتبه مكتبه كداتا اناليسز الاول، وبعد كده نبدا ندخل في الداتا ساينس، وبعد كده ندخل بمشروع. انا ما بنزلش اي حاجه من غير مشاريع لان هتبقى ملهاش فايده. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا ان شاء الله رب العالمين هنبدا نقسم الاسبوع على اكتر من حاجه، بمعنى ان انا عندي دلوقتي في نوعيه فيديوهات بدات تنزل الفتره الاخيره وانا شايف اللي هي مفيده جدا ولازم نحتاجها. نوعيه فيديوهات انا هي تعتبر فلوجز، بنتكلم فيها عن مواضيع عامه، بنتكلم فيها عن حاجات جنرال بس حاجات مهمه، زي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن اشهر قنوات بايثون واشهر قنوات دوجانجو، بصينا ازاي نذاكر برمجه كويس، شفنا نظره معمقه على وظائف دوجانجو في الوطن العربي. فانا عندي حاجات كتير، الحاجات دي مفيده لكل الناس وحاجات مهمه جدا انت تكون عارفها، ويمكن لسه في مواضيع كتير ما اتكلمناش عنها، زي مثلا لسه في موضوع ازاي تجيب وظائف لو انت شغال جانجو، ازاي تجيب شغل، في موضوع زي الفريلانسنج لو انا عاوز اشتغل فريلانسر، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها عشان احسن مستواي. ما اتكلمناش على الانترفيو، لو انت عاوز تجهز الانترفيو في بايثون او في جانجو ايه اللي محتاج تعمله. في بعض المواضيع اصلا جوه جانجو نفسه ما شفناهاش، مواضيع متفرقه زي الترانزليشن الترجمه، زي الديبلوي على هوكو، زي الامازون ويب سيرفيس، زي استخدام اجكس. يمكن احنا بدانا الفتره اللي فاتت ننزل سنابتس كده مواضيع، لكن لسه في حاجات كتير. فاحنا هنمشي الموضوع بالرول، هنمشي الموضوع مع بعض. يعني ايه؟ احنا دلوقتي عندنا الاسبوع 7 ايام،
طيب الاسبوع السبع ايام دول هنبدا خلال السبع ايام نحاول ننزل محاضرات في الان كومبليتد كورسز، الكورسات اللي مش مكتمله عندنا هنبدا ننزل محاضرات فيها. يعني مثلا نمشي السبت محاضره، الحد محاضره، الاثنين محاضره، بحساب ان احنا خلال الاسبوعين الجايين نقفل الكورسين دول، الكلاس بيزد فيوز في جانجو وجانجو 3. تمام. هننزل كده كل يوم؟ لا، هننزل كده حوالي خمس ايام بس في الاسبوع. تمام. وبعد كده اليوم السادس ده هينزل فيه فلوج، يعني هينزل فيه فيديو بيتكلم عن موضوع معين او بيناقش حاجه معينه عشان خاطر الناس اللي متابعه اللي مش متابعه جانجو تبدا تتابع الموضوع دي، وهتبقى مواضيع جنرال وموضوع مهم جدا وهتاخد مستواك للخطوه الجايه ان شاء الله رب العالمين. طب تمام، فاضل عندي يوم. اليوم ده هنبدا فيه حاجه جديده جدا وهي حاجه كويسه جدا، ده اليوم السابع، وهنتكلم هيبقى حاجه كيو اي، يعني questions and answers، اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي انا نشرت بوست من فتره على الجروب وعلى الكوميونتي، الناس خلال الاسبوع بتبدا تسال اسئله كتير في الكومنتس، وبيجي لها اسئله كتير جدا على البيج وعلى الفيسبوك وعلى الجروب، واسئله كمان في البرايفت في الخاص رسائل الناس بتتكلم بتسال اسئله معينه، والاسئله دي انا ببقى شايف انه يفضل الناس تكون عارفاها. هنبدا نجمع الاسئله اللي اتقالت في كل اسبوع ونبدا ننزلها في فيديو في اخر الاسبوع، والفيديو ده هتلاقيه في الديسكربشن كاتبين احنا اتكلمنا في ايه بالظبط عشان انت تبص على الديسكربشن قبل ما تسمع الفيديو. لو لقيت الموضوع ده مهم بالنسبه لك او انت شايف ان انت تستفاد منها تبدا تدخل على الفيديو. هيبقى فيديو كده في حدود 10 دقايق او 15 دقيقه بجاوب فيها على اشهر الاسئله او اهم الاسئله اللي اتسالت في خلال الاسبوع اللي فات. فيبقى احنا كده خلال الاسبوع بدانا نكمل في الكورسات، نزلنا فيديو جنرال مفيد جدا للناس وناس بتعلم منه، كمان شفنا الاسئله والاستفسارات بتاع الناس وبدانا نجاوب عليه. هفضل ماشيين الفتره الجايه كده لحد ما نخلص الكورسات اللي هي الان كومبليتد الغير مكتمله. طب وبعدين بقى عندي خمس ايام جداد فاضيين، الخمس ايام دول هنبدا بعد كده نقسمهم على كورس الاي كوميرس وكمان الكورسز اللي هتيجي زياده. زي ايه؟ في كورس جديد هينزل قريب للجيت والجيت هاب عشان الناس اللي مش متمرسه فيهم، لان الجيت والجيت هاب مهم. في كورس كمان هينزل على السيكوال كويريز، وده انا منزله اول حاجه عشان خاطر دي حاجه مهمه لازم انت تكون عارفها، تاني هام عشان خاطر لازم قبل ما تدخل مجال الداتا ساينس تكون فاهم سيكوال كويريز كويس جدا جدا جدا، ففي كورس هينزل ليها. في كمان كورسات خاصه بالبايثون انترميديت وادفانسد، انا اتكلم عن مواضيع متقدمه ومواضيع متوسطه في بايثون، وده كورس مهم جدا 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 لانها حاجات مهمه، ولما بتيجي تحسن مستواك، يعني مثلا دخلت جانجو، لما بتيجي تدخل في جانجو للميد ليفل المستوى المتوسط او المتقدم بتلاقيك محتاج حاجات انت ما انتش فاهم ايه ده، لان ده كانت حاجات موجوده في بايثون متقدم وانت ما اتعاملتش معاها، زي الديكوريتورز والجنريتورز واللينترز والفيكسرز والدوك سترينجز، وفي لسه في حاجات كتيره جدا، فنبدا نبص عليها في مواضيع الكورسات دي مهمه جدا. فخلينا زي ما قلنا نلخص الدنيا، يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله الاسبوع سبع ايام، خمس ايام هنكمل فيهم الكورسات اللي مش مكتمله، وكمان هنبدا ننزل الكورسات الجديده في الخمس ايام دول. ايه بعد كده؟ عندنا يومين، يوم هينزل فيه فلوج موضوع معين وهيبقى موضوع كويس، ويوم هيبقى كويشنز وانسرز عشان الناس الاسئله والاستفسارات بتاع الناس والكلام ده، بس الموضوع هيبقى واضح. يبقى احنا كده غطينا او اعطينا لاغلب الناس اللي بتتابع القناه كل اللي هي محتاجاه، كل اسئلتك كل والاجوبه بتاعتها، الفلوجز مواضيع متفرقه انت محتاجها، وكمان بدانا نكمل في الكورسات وندخل في الكورسات الجديده. ان شاء الله الفتره الجايه هتكون عصر جديد للقناه، نبدا نهتم بالقناه، انا بدات اهتم اكتر بالتشانل عشان خاطر في حاجات كتير لسه الناس محتاجه تعرفها، وكمان عاوزين نبدا نساعد ويبقى القناه مرجع اساسي. يمكن الناس الفتره اللي فاتت لما نزلت الفيديوز بتاع القنوات الانجليزي العربي اللي هي القنوات لو انت مهتم بالمحتوى الانجليزي الخاصه ببايثون وجانجو، اغلب الكومنتات كانت ناس بتقول لا احنا بنحب الشرح بتاعك، مستنيين المحتوى بتاعك ينزل ان شاء الله وكده. فان شاء الله هنحاول ان احنا نخلي القناه شامله للناس في كل الحاجات اللي هي عاوزاها خلال الفتره الجايه. الموضوع ده كله هيبدا ماشي بنفس الخطه دي لحد راس السنه، ومن اول راس السنه هيبدا ينزل الخطه الجديده بناء وقتها على احنا واقفين فين والدنيا ماشيه ازاي. اتمنى القناه تكون مفيده للناس، ما تنساش تشارك القناه مع الناس، تحاولنا او تساعدنا نوصل لعدد اكبر من الناس. لو انت استفدت من القناه فاكيد في ناس كتيره محتاجه انها تستفاد. تاني حاجة ما تنساش تضغط اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، ولو في اي اقتراح سيبه في الكومنتس، انا بقرا كل الكومنتات على فكرة. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرات الجاية، كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.